لمتابعة المعاناة اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني المستغيث والمغيث بيعانوا في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا. منظمات الإغاثة اللي المفروض ان هي دورها تغيث الناس اللي بيتم قصفها وقصف منازلها، هي كمان مش قادرة تقوم بدورها في إنقاذ وفي إغاثة أهالينا في غزة بالآلاف وبمئات الآلاف، ولا كمان قادرة تقوم بشغلها اللي هو المفروض ان هو اساسي عندها، وهي اصلا اسست لهذا الغرض. منظمات الاغاثه، الهلال الاحمر، الاونروا، وكل المنظمات دي تم تاسيسها وانشائها لتقديم الاغاثه في ظروف زي اللي احنا عايشين فيها دي. لكن لما يوصل الامر ان كمان المنظمات دي والمستشفيات وكل الجهات دي مش قادره تقوم بدورها في ظل الدمار اللي احنا بنشوفه وظاهر على الشاشه قدام حضراتكم، لا ميه، لا كهرباء، ولا وقود، و مستنيين ان احنا يتم انقاذ الناس دي ازاي والمنظمات دي مش قادره تقوم بدورها، وكل ده بسبب التعنت الاسرائيلي والحصار المفروض من يوم 7 اكتوبر على القطاع وعلى كافه المنظمات دي. منظمه الاونروا دي منظمه لها دور اساسي جدا في فلسطين، يمكن تاسيسها سنه 1949، بتواجه صعوبات بالغه في قيامها بمهمتها في غزه، وده طبعا نظرا لنقص الوقود شيء مهم جدا في الازمه اللي احنا فيها دي. كهرباء، كل المساعدات، كل ده بيتوقف على حاجه اسمها الوقود. ايه اللي بيحصل دلوقتي مع الاونروا هنعرفه من الاستاذ عدنان ابو حسنه المتحدث باسم مؤسسه الاونروا. استاذ عدنان، اهلا بيك معنا في التاسعه يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الاوضاع ايه حاليا النهارده؟ الاوضاع ايه في الأونروا؟ أعلنت أن الأمور خرجت عن السيطرة تقريبا في قطاع غزة. نعم، يعني في قطاع غزة كل شيء ينفذ، يعني المواد الغذائية تنفذ، المياه، الصالح للشرب غير موجودة تقريبا، هناك نقص كبير في الأدوية، نقص كبير في كل الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. والآن المشكلة الأكبر التي تواجهنا هي مشكلة الوقود، يعني نحن الأونروا في غزة هي الجسم الوحيد الذي بقي متماسكا عمليا ولا زال يقدم خدماته لسكان قطاع غزة، منهم 600,000 فلسطيني نزحوا إلى مدارس الأونروا يستخدمونها كملاجئ الآن، نقدم لهم الطعام والمياه والعناية الصحية والدعم النفسي، ولكن بصوره بسيطه، يعني مش بصوره كبرى، يعني بصوره يعني بالكاد تسد الرمق بالنسبه لهم. ولكن الان مشكله الوقود، نحن عملياتنا في قطاع غزه لدينا مئات العربات والشاحنات التي تنقل المواد الغذائيه والموظفين، حتى المساعدات التي تصل عبر معبر رفح. ايوه، نحن في الأونروا من يقوم بنقلها إلى المخازن وبعد ذلك توزيعها. عياداتنا التي تعمل بالمولدات، منشآتنا، الوقود لدينا بدأ ينقص. عندما ينفذ لدينا الوقود نحن أيضا نزود المشافي، نزود محطات تحلية المياه، محطات الصرف الصحي، المخابز، يعني كل هذه المنظومة ستتوقف، ونحن نتحدث عن يوم أو يومين هذا ما تبقى لنا من وقود. لذلك يجب أن يدخل الوقود الآن، وإلا بعد ذلك نتحدث عن قضية حياة أو موت ل 2,300,000 من الفلسطينيين في غزة. احنا قدامنا يومين بس يا أستاذ عدنان. نعم، لو أردنا أن نستخدم الوقود بالوتيرة التي كنا نستخدمها خلال الأسبوع الماضي نتحدث عن ساعات. نحن خفضنا وتيرة الاستخدام، ويعني أكثر تقدير بعد يومين سينتهي الوقود تماما. بعد يومين مع الترشيد، مع ترشيد الاستهلاك. نعم، مع الترشيد. نعم. طيب، يعني هي الصورة كده هتكون مظلمة تماما. نعم، بالتأكيد، يعني هذا حدث غير مسبوق في تاريخ الحروب التي شنت على قطاع غزة. بصراحة نحن لا نعرف ماذا نفعل، ماذا سنفعل بعد ذلك. لو قلت لك أني أعرف، بصراحة لا أحد يعرف.
علشان كده المسار الإنساني هو رأس الحرب حاليا في مسألة إنهاء أو تهدئة الأوضاع في غزة. لابد من دخول الوقود بكرة، المفروض ضروري تكون داخل الوقود. نعم بالتأكيد يجب لهذه الممرات الإنسانية إدخال الاحتياجات الإنسانية، مهمة جدا على رأسها الوقود. لماذا؟ لأن الكهرباء صفر، لا يوجد كهرباء في غزة، الكهرباء أطفئت، صورة قدامنا ضلمة خالص اليوم الرابع من التصعيد. فبعد ذلك تم استخدام الوقود المخزن لدينا ولدى الآخرين والمنظمات الأممية والصليب الأحمر، ولكن اليوم كل شيء نفد. وإذا كنا نحن أكبر منظمة إنسانية لدينا 13,000 من العاملين الأمميين، ولن نستطيع أن نقدم خدمات، فما بالك بالآخرين. وأعتقد أن أنتم كمان بتعانوا، يعني أنتم كمؤسسين أو كعاملين في المؤسسة بتعانوا أنتم كمان في حتى على الأقل من مسألة الأمان، وأنتم بتقدموا الخدمات دي للناس. صحيح، نحن لدينا أكثر من 40 منشأة ومدرسة تعرضت للإصابة إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. هناك 39 موظف من موظفي الأونر وقتلوا خلال هذه الأحداث وأصيب العشرات، وهذا الرقم مرشح للتصاعد، لأن في غزة عندما يتم تدمير مبنى لا توجد إمكانيات لإزالة الركام، فمن هم تحت الأنقاض يبقون تحت الأنقاض. يعني لذلك نتوقع أن يرتفع هذا الرقم. يضاف إلى ذلك أيضا أن قتل من النازحين في مدارسنا 16 وأصيب نحو 200، حتى مقر المفوض العام للأونروا السيد لازاريني في غزة مقر رئاسة الأونروا خرج عن الخدمة تماما بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت به. حضرتك بتقول لي ان اول مره منذ يعني تاسيس وانشاء مؤسسه الأونروا يحصل اللي بيحصل دلوقتي. تأكيد منذ عام 1950 حتى الآن لم نلحظ أنه هناك كان نقص أو في المعدات أو في الوقود أو في المواد الغذائية بهذه الصورة. حتى في الحروب التي سنت على غزة لم يكن الوضع كذلك، كان لم يكن بهذه القسوة. طيب هل كان هناك من بارقة أمل في زيارة أنطونيو جوتيريش للمعبر الجمعة اللي فاتت؟ والله هو حاول بجهود كبرى واتصالات مع الحكومة الإسرائيلية وأيضا الاتحاد الأوروبي والإخوة في مصر، أيضا ضغطوا في هذا الاتجاه كبار المصريين، وكان مفوض الأونروا أيضا القاهرة والتقى مع المسؤولين المصريين، ولدينا فريق عمل بالمناسبة في العريش يعني من أجل تنسيق إدخال المساعدات. هناك وعود وهناك ضغوط، ولكن حتى اللحظة لم نحصل على الضوء الأخضر لإدخال الوقود إلى قطاع. أيوة، إحنا لما بنتكلم على الأونروا زي ما حضرتك قلت هي اللي بتاخد بتستقبل المساعدات في الجانب الفلسطيني وبتقوم بتوزيعها، هي المسؤولة عن الموضوع ده. نعم بالتأكيد، لأنه نحن نملك القدرات اللوجستية، يعني لا أحد من المنظمات الأممية الأخرى هي منظمات صغيرة، يعني تتكلم عن 5 أفراد في كل منظمة أو 10، لكن نحن لدينا 13,000 موظف، لدينا مئات الشاحنات والعربات والسيارات العادية التي تتحرك ليل نهار في أنحاء القطاع. نملك القدرات اللوجستية والتنظيمية على توزيع هذه المواد، يعني لذلك يعني هناك المواد التي دخلت من المعبر تخص منظمة الصحة العالمية، تخص اليونيسف، تخص برنامج الغذاء العالمي، لكن نحن من قمنا باستلامها وتختيمها بسبب القدرات الموجودة لدينا. ولكن ما بالك أن هذه المنظومة القادرة الوحيدة قد تتوقف بعد أيام. يعني إن شاء الله ندعو الله يعني مع الجهود المبذولة من الجانب المصري في فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يتم تدارك الأزمة المرتقبة واللي هي حضرتك بتتكلم فيها إن كل شيء تقريبا هينتهي في غزة من ناحية الأونروا تحديدا. أنا بشكرك جدا
ويعني حضرتك اكيد ان احنا ان انت عارف ان احنا قلوبنا معاك وكلكم. استاذ عدنان ابو حسنه المتحدث باسم مؤسسه الأونروا.